دخلوا حظيرة بني النجار وذلك الملك الموكل بهما قد جعل أحد جناحيه تحتهما والآخر فوقهما وعلى كل واحد منهما ذراعة منصوب والمداد على شفتيهما. وإذا الحسن عانق الحسين وهما نائمان فقد النبي على ركبتيه ولم يزل يقبلهما حتى استيقظا، فحمل النبي الحسين عليه السلام وحمل جبرائيل الحسن، وخرج النبي من الحظيرة ويقول: معاشر الناس اعلموا أن من أبغضهما فهو في النار، ومن أحبهما فهو في الجنة، ومن كرمهما على الله تعالى سماهما في التوراة شبرا وشبيرا. فيا أخواني، هذا والله الشرف الرفيع والفضل المنيع والمجد الفاخر والنور الزاهر والعنصر الطيب الطاهر. فعلى الأطايب من أهل بيت الرسول فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى حرب صفين فلم يزل سائرا حتى إذا كان قريبا من كربلاء على مسيرة ميل أو ميلين تقدم يسير أمام الناس حتى إذا صار بمصارع الشهداء رضوان الله عليهم قال: أيها الناس اعلموا أنه قابل في هذه الأرض 200 نبي و 200 سبط من أولاد الأنبياء كلهم شهداء وأتباعهم معهم استشهدوا معهم، ثم أنه عليه السلام طاف على بغلته في تلك البقعة ومع ذلك خارج الرجلين من الركاب ويقول: هنا والله من آخر الكاب ومصارع شهداء لا يسبقهم بالفضل من كان قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم. ثم نزل عليه السلام وجعل يبكي وهو يقول: آه وحزنا ما لي وما لآل أبي بني سفيان. ثم نعس فخفض وانتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له ابن عباس: رأيت رؤيا خيرا إن شاء الله تعالى. فقال له يا ابن عباس: رأيت كأني في رجال قد نزلوا من السماء وهم مقلدين بسيوفهم ومعهم غلام أبيض وقد خطوا حول هذه الأرض خطة، ثم رأيت كأن هذا النخل قد ضربت بأغصانها الأرض وصارت تضطرب بدم عبيط، وكأني في الحسين ولدي ونجلي وفرخي يستغيث فلا يغاث ويستجير فلا يجار، والرجال الذين نزلوا من السماء يقولون له: صبرا صبرا يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله، فإنكم تفتلون على يدي أشر الناس، وهذه الجنة مشتاقة إليكم. ثم إنهم أقبلوا يعزونني بولدي الحسين ويقولون لي: صبرا صبرا يا أبا الحسن، أحسن الله لك العزاء بولدك الحسين، فقد أقر الله به عينيك يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب عظيم. فيا لك من أمر فظيع على الورى، ومن عثرة ما أن تقال لا تعفى. فلله ما أعمى رجالا عن الهدى، ولله ما أقسى قلوبا وما أكفى. ولا عجبا أن يفسدوا دين أحمد وأن يلحدوا فيه وقد أسلموا عنفا. روي عن مسمع بن عبد الملك الدين البصري قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا مسمع، أنت من أهل العراق، أما تأتي قبر الحسين؟ قلت له: إنما أنا رجل مشهور عند أهل البصرة، وعندنا من يتبع هذا الخليفة، وأعداؤنا كثير من أهل القبائل من النصاب وغيرهم، ولست آمنا من يتبع